عنوان الملكي القصر الملكي العامر الرباط برقية. سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد مولاي أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده بمناسبة اختتام المعرض الجهوي السابع للمنتوجات التقليدية لمدينة الناظور الذي انضمته غرفة الصناعة التقليدية لإقليم الناظور والدريوش بشراكة مع دار الصانع وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بالناظور من 15 إلى 25 غشت 2014 تحت شعار الصناعة التقليدية تراقب في خدمة التنمية الاقتصادية. يتشرف خطيب الأعتاب الشريف السيد محمد الخطوري رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليم الناظور والدريوش باسمه ونيابة عن كافة أعضاء موظفي الغرفة والعارضين وكل المشاركين في هذه التظاهرة الفنية الكبرى بتقديم أسمى فروض الطاعة والامتثال وأفضل آيات الولاء والوفاء لما قال حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وإياده. ونغتنم هذه الفرصة يا مولاي لنجدد لمقامكم العالي بالله آيات الولاء والوفاء والإخلاص ونؤكد التزامنا بالسلم الاجتماعي معتصمين بحبل الله جميعا باذلين النفس والنفيس في معنى استمرار وحدتنا الترابية وبناء المغرب القوي لوصوله الى توطين دولة القانون والحريات وحقوق الانسان في مناخ من الامن والتضامن الوطني والتعبئة الشعبية المتسامحة والاتحاد حول العرش المجيد. مولاي صاحب جلالة ان كافة الصانعات والصناع التقليديين المشاركين في هذا المعرض يعتبرون انفسهم على الدوام جنودا لمسيرتكم المظفرة وخداما لعهدكم المتميز بالمنجزات وانهم يعاهدون جلالتكم على الرضي قدما بالاسهام بكل بطلية في عمل النماء والتنمية والتشييد وستظل ايدي الصناع يا مولاي موجودة الى ايدكم الشريفة للعمل في ظل قيادتكم السامية بكل نزاهة وصدق ورابطة واجتهاد وشعبكم الوفي الى اعلى الدرجات واقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الامير الجليل مولاي الحسن وشقيقته الميمونه صاحب السمو الملكي الاميره لاله خديجه وسميكم الجليل مولاي رشيد وبكافه الاسره الملكيه الشريفه انه سميع مجيب. السلام على المقام العالي بالله وحرر بالنظر في يوم الاثنين 120 شوال 435 هجريه الموافق 25 غشت 2014 ميلاديه انفاق خطيب الاعتاب الشريفه السيد محمد الخطوري رئيس مفصلات في مدينه الناظور والدريوش. متابعي زيوس تي بوان نيت متابعينا داخل وخارج ارض الوطن متواجدين بالمعرض الجهوي المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش ومتواجد معنا رئيس الغرفة. اليوم الختام يعني كان يعني بصمة على نجاح كبير من خلال ان العارضين يعني رسموا عليهم يعني المسؤولين على القطاع البسمة على وجوههم من خلال الشواهد التقديرية التي وزعت على الجميع. السيق الدوري اهلا وسهلا ومرحبا بكم. احنا اولا كنهنئوكم بهذا الانجاز هذا يوم ختامي يعني ما سخيناش بهذا المعرض التقليدي ونتمنى انه يعني يجي في حله جديده. وانت يعني هذا الختام هذا كيفاش يعني قابلته انتم يعني كرئيس ديال القطاع؟ اولا انا بغيت مره اخرى اجدد الشكر من اعماق القلب للبوابه المحترمه زيو سيتي بوانات على التواجد ديالها وعلى التغطيه ديال فعاليه المعرض الجهوي السابع يعني من البدايه الى يوم الاختتام. كما كتلاحظ الاخ عاطف ان العارضين كانت الفرحه وفي نفس الوقت كان الحزن يعني مخيم على الحفل نظرا حزن الافتراق لان ما سخاوش بطبيعه الحال اللي افترقوا العارضين دوزوا 10 ايام ليست بالسهل فيما بينهم وكان اجواء رائعه. واليوم كذلك تكرموا واحد 16 عارض من بينهم ابناء مدينه زيو اللي كانوا من بين المكرمين وتوزعوا شواهد ديال التكوين المستمر على الاخوان اللي قاموا بالتكوين المستمر في
بني سيدة الجبل وفي الجماعة وفي الإقليم الثاني الدريوش اللي موقعين هاد الشواهد من طرف الوزارة، وهذه قافلة بسطها الوزارة ومن أجل تكوين. كذلك توزعوا اليوم شواهد تقديرية وشواهد المشاركة، وأيضا كان حفل مميز اللي حضروه جل سادة أعضاء الغرفة والمديرية الإقليمية والإذاعة الوطنية والصحافة، وأنتم مشكورين. إذا اللي يمكن لي نقول يحق لنا أن نهنئ أنفسنا جميعا كمنتسبين صحافة، لأن لعبتوا واحد الدور مهم في نقل الأجواء لإخوان مدينة زيو. طبيعة الحال بحكم التواجد ديالي في مدينة زيو، كل ما وقفت بشارع أو بزنقة أو بمقهى إلا وكان وجد ساكنة، يعني شفت عبر البوابة الإلكترونية فعالية المعرض وكتهني وكتفرح وكتقول ودي كاين أشياء اللي كانت غايبة علينا. فهذا هو الدور ديال الصحافة. كنشكركم جزيل الشكر باسمي ونيابة عن كل الإخوة، وكنتمنى أنه كذلك في الختام رفعنا برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي يولي اهتمام كبير لأسرة صناعة تقليدية، خاصة الخطاب التاريخي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة ذكرى 15 على تربعه على عرش أجداده الميامين. فجاءت إشارة جد مهمة للرأس المال غير المادي، واعتقدنا أن رأس المال غير المادي هم صناع التقليديين الذين يبدعون وينتجون ويشغلون في آن واحد دون تكلفة دون أن يكلفوا خزينة الدولة يعني أموال كبيرة. فهنيئا وشكرا للإخوان العارضين، شكرا لرجال الأمن اللي سهروا على طيلة أيام المعرض، شكرا للقوات المساعدة، الوقاية المدنية، عملة إقليم نظروا على رأسها السيد عامل صاحب جلالة الإقليم، إخوان أطور الغرفة موظفين ومديرية الغرفة المديرية الإقليمية، المنتخبون اللي كانوا طيلة الأسبوع متواجدين واليوم بشكل كبير، شكرا للعارضات والعارضين، وشكرا للصحافة، شكرا للزوار اللي حتى هما يعني أعطوا نكهة كبيرة لفعالية المعرض الجهوي السابع. فأتمنى إن شاء الله نكونوا يعني عند حسن ظن ديال العارضين، وإذا كان شي نقص في الاستقبال أو في أي مجال فكنلتمسوا السمح للإخوان العارضين والعارضات، وتحية لكم. شكرا لكم. تحية مجددة للسيد محمد قدوري على هذا التصريح اللي دوز مباشرة عبر البوابة الرقمية زيو سيتي بوان نيت. كنشكركم على يعني هكذا معارض يعني اللي كتنظم بالإقليم ديال الناظور، اللي يعني كتشهد النور من خلال المعارض اللي كتنظموها. شكرا جزيلا لكم. وآخر كلمة يتوجهها للصناع التقليديين يعني كنصيحة أو ك يعني فقط بغيت نقول للإخوان الصناع التقليديين باش بطبيعة الحال أنه ليس يعني ماشي أن الحرفيين اللي شاركوا هذا العام راه بالضرورة أن الغرفة غتخدم، بل كنديروا بلاغ في الجرائد الوطنية، بلاغ عبر المواقع الإلكترونية من أجل يعني المشاركة. فعلى الإخوة والأخوات اللي عندهم رغبة في المشاركة في السنة المقبلة أنه في شهر فبراير يتم فتح باب التسجيلات، يعني في الإخوان هما اللي خصهم يعني يعبروا عن الرغبه ديالهم في المشاركه. راه ماشي اللجنه ماشي الغرفه هي اللي كتنادي الحرفيين، لان ضروري تكون الرغبه ديال الحرفيين. وكذلك كنوجه نداء باش الحرفيين يجتهدوا ويوجدوا منتوج جديد للسنه الجديده المقبله ان شاء الله. اذا سي محمد قدوري شكرا جزيلا لك على هذا التصريح، كنشكرك جزيل الشكر ودمت في رعايه الله وشكرا. تحيه لك سي عاطف والاخ اجدود اللي طبيعة الحال انه عنده العدسه ديالو من التصوير ديالو، يعني مخرج من 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 يعني ماهر. شكرا جزيلا سي محمد قدوري، تحياتي.